انتهنا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسير مع سيدنا عمر ذات يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعزم او ماذا في نيتك او ماذا في بالك؟ فقال يا رسول الله نويت ان اذهب الى العمرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسانا يا اخي من دعائك. هنا لابد ان ننتبه لامر مهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الى دعاء سيدنا عمر؟ طبعا لا، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينبه الى اهمية الامر الذي يقوم الذي سيكون، الا وهي العمرة، التي هي العمرة. هذا الأمر المبارك نحن نزور أطهر البقاع، فلا بد أن نجدد النية مع الله عز وجل وأن نتحمل السفر وأن نصبر عليه وأن نكون جميعا إخوانا. فلا بد أيها الأحبة أن لا ننسى أنفسنا بالتعاون بالتعاضد حتى نكون بإذن الله عز وجل مثل المسلم الصادق. هي كانت رسالة مودع بإذن الله عز وجل، نودعكم إلى رحاب الله، نودعكم إلى بيت الله، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل طاعاتكم وأن يكون سفركم مباركا بإذن الله عز وجل، وأن تعودوا مأجورين مأزورين بإذن الله عز وجل، وتقبل الله طاعاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.